فاحرص عليها يبارك مالك الله. أما الزكاة فتطهير وتنمية، فاحرص عليها يبارك مالك الله. والصوم للنفس تهذيب وتصفية، للروح فاعمل بمبناه ومعناه. صاحبه في جنة الخلد مأواه ومسواه، والحج إن كان مبرورا فصاحبه في جنة الخلد مأواه ومسواه. هذا هو الدين من أدى شعائره، لنا لمن فضل ربي ما تمناه. مولاي صلي خير الخلق كلهم، مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك.
خير الخلق كل رائع رائع يا علي والله الله يعزك.